من واشنطن ينضم إلينا إيلي يوسف المحلل السياسي. سيد إيلي، هل موقف إيران يسمح لها بوضع شروط للجلوس على طاولة الحوار مع ترامب؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. لا أعتقد أن طهران هي في موقع من يفرض أو من يملي شروطه على كيفية بدء المفاوضات. لو كان هذا الأمر يعني ممكنا لما يعني شهدنا هذا يعني الذهاب السريع الذي جرى وكأنه كاستدعاء لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بياتريس حيث كانت تعقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى. لو كان الأمر كما قلت، لو كان الأمر كذلك لما ذهب الوزير؟ لكن محاولة تغيير اللهجة السياسية التي يتحدث بها الإيرانيون سواء كان عبر الرئيس روحاني أو عبر مسؤولين آخرين يوصفون إما بالمتشددين أو بالإصلاحيين، أنا أعتقد هي يعني من ضمن محاولات توزيع الأدوار ومحاولة تغطية ما هي القضايا التي يجري التفاوض عليها. نحن نعلم أن هذه العقوبات التي فرضت على إيران هي عقوبات غير مسبوقة، وبالتالي الإيرانيون كلهم بدون يعانون ويأنون تحت وطأتها. صحيح. طيب، بعد إعلانه استعداده للحوار مع روحاني، الرئيس ترامب هل من الممكن، هل هو مستعد لرفع هذه العقوبات ولو جزئيا على إيران؟ على كل الأحوال الرئيس بنفسه تحدث عن كيفية وما هي الشروط التي يمكن أن يقبل بها إذا ما كان هناك إمكانية لعقد مفاوضات جدية ما بين الطرفين. هو تحدث بالأمس عن خطوط ائتمان إذا يمكن أن يتم السماح بها وليس رفع العقوبات، وهذا أمر مختلف لأن مسألة رفع العقوبات هي عملية قانونية طويلة وبالتالي تحتاج إلى تحضيرات وتجهيزات سواء لرفعها أو لإعادة فرضها، وبالتالي هذا الموضوع وضعه على الجانب. هو يدعو ودعا بشكل واضح إيران أن تحضر إلى طاولة المفاوضات بناء على شروط الاثنى عشر التي رفعها كما نذكر وزير الخارجية مايك بومبيو عام 2018 في العام الماضي، حدد ما هي الشروط التي يجب أن تلتزم بها إيران، وإذا لم يتم الالتزام بها لا عودة للمفاوضات ولا رفع للعقوبات. لكن قبول ترامب بمبدأ المفاوضات هو قبول مبدئي، لكن هو أيضا محاولة لإرضاء أيضا الأوروبيين باعتبار أنهم هم الأطراف الرئيسية أو المعنيين بالحفاظ على هذا الاتفاق. صحيح. وهو اتفاق. طيب، ماذا عن إرضاء المؤسسات الأمريكيين؟ الأمريكية، هل المؤسسات الأمريكية الكونغرس وأيضا الإدارة الأمريكية البنتاغون، هل هم على كلمة واحدة في التعامل مع إيران؟ على الأقل الكونغرس الأمريكي إذا كنا نتحدث عن مجلس الشيوخ هو متوحد في هذا الموقف في الموقف من إيران، وهو متوحد حول الموقف الذي يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن على مستوى مجلس النواب لم يحصل حتى هذه اللحظة أي إجراء أو تصويت أو محاولة يعني للتعبير عن موقف سياسي قد يتعارض بشكل أو بآخر مع الوجهة السياسية التي يتخذها الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة. لكن عموما هناك اعتراضات معروفة سواء من قبل الديمقراطيين أو من بعض المؤسسات، لكن على مستوى البنتاغون حتى لو كان هناك خلافات ويتم التعبير عنها بشكل أو بآخر، لكن هناك قرار سياسي عندما يتخذ من قبل الإدارة الأمريكية يجب الالتزام بها. نحن نتذكر أن وزير الدفاع المستقيل في كانون الأول ديسمبر العام الماضي جيم ماتس قيل أن لديه وجهة نظر إلى حد ما ليست متطابقة مع موقف الرئيس ترامب. لكن هل صدر عنه تصريحات علنية توحي بأنه هو على طعام؟ شكرا. لا أعتقد، لم نسمع هكذا موقف. شكرا جزيلا لك إيلي يوسف المحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن.